بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين مولاي يا صاحب الزمان نسألك الأمان صاحب الزمان نسألك غائب عنا ونحن نفقد الحنان أصحاب امتحان غائب عنا ونحن نفقد الحنان أصحاب امتحان ننتظر مهدينا في آخر الزمان يأتي بالأمان ربنا ظهوره أمان الأوان يلهج اللسان شورنا أخلاقنا قد ملأ المكان يتبع الزمان شورنا رابنا قد ملأ المكان يتبع الزمان غائب عنا ونحن نفقد الحنان أصحاب امتحان ننتظر مهدينا في آخر الزمان يأتي بالأمان ربنا ظهوره أمان الأوان يلهج اللسان شورنا أخلاقنا قد ملأ المكان يتبع الزمان قد قسمنا بحق السكية كل وقت فداء القضية قد قسمنا بحق كل وقت فداء القضية قد قسمنا بحق كل وقت يا صاحب الزمان نسألك الأمان يا صاحب الزمان انتظرناك صغارا فمتى تثور سيد العصور وعشقناك ونحن نلطم الصدور نفديك النحور سيدي مهدينا اعذر لنا القصور في كل الحضور هذه أشبالنا كأنها البدور تندب الظهور انتظرناك صغارا فمتى تثور سيد العصور وعشقناك ونحن نلطم الصدور نفديك النحور سيدي مهدينا اعذر لنا القصور لكل الحضور هذه أشبالنا كأنها البدور الحق سرنا برضيع
عشقناك ونحن نلقم الصدور نفديك النحور سيدي مهدينا اعذر لنا القصور لكل الحضور هذه أشبالنا كأنها البدور تنضب الظهور تنضب الظهور برضيع الحسين اقتدينا وعلى منهج الحق سرنا برضيع الحسين عشقناك ونحن نلقم الصدور نفديك النحور سيدي مهدينا اعذر لنا القصور لكل الحضور هذه أشبالنا هذه أشبالنا كأنها البدور تندب الظهور تندب الظهور برضيع الحسين اقتدينا وعلى منهج الحق سرنا برضيع الحسين وعلى منهج الحق سرنا يا صاحب الزمان نسألك سيفان بفكر يقينا إنه داعي
صاحب الزمان نسألك يا صاحب الزمان. ونحن ماذا؟ نحن ماذا؟ مطمئنون ونحن زبر الحديد لسنا كالعبيد. قالها مرجعنا وصارت كالنشيد في المدى البعيد. ولدينا جنود تنتظر وعيد تحيا من جديد لظهور المهدي فينا ندب الشهيد. نطق الوريد يا إمامي وصاح فؤادي نحن نصر بوجه الأعادي. يا إمامي نحن نصر بوجه يا صاحب الزمان نسألك يا صاحب الزمان. واحد جسدنا من سيد الأناء، واحد جسدنا من سيد الأناء. يبقى للدوام يبقى للدوام ينصر المظلوم دوما وهو ابن الكرام. خصم الكلام صيح خصم الكلام خصم الكلام. وسطي نهجه ويدعو للسلام. ينصر الإسلام ينصر الإسلام. وتحياتنا مهدوية لظهور ابن سيد البرية. وتحياتنا مهدوية لظهور ابن سيد البرية. يا صاحب الزمان نسألك الأمان. يا صاحب مهدي 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 مهدي. عجل 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 عجل.